expect, but they keep asking where we're going next. I love the place. So this is Tech Arc. Yeah. Won't you sing me your sweet lullaby? Just the sound of your voice is the thing that it's really, really nice. اليوم موجودين بدبي وتحديدا بسيركال افينيو بمكان اسمه تك ارك. خبرنا شو هو تك ارك وشو فكرته. It's a co-working space for the creative field. اللي هي بتجمع كل الناس من fashion designers to architects to all types of designers يجوا عنا هون بالopen space يشتغلوا مع بعض يخلقوا project مع بعض. هون محل الاستقبال والناس فيهم يقعدوا هون يحكوا مع الناس الثانية أو يعملوا ميتينج ككاجوال. وفوق بيكون مور انتيميت يعني ميتينج البرايفت. كل الفرنتشر أو العفش أو الأشياء الموجودة هون بيتحرك وما في شيء فيكس يعني شي فبتقدروا أنتوا تغيروا حسب كل ونحن عم نحاول كل شهر نغير السيت اب مشان الناس يحسوا إنه مش يتعودوا على شيء ثاني أو يكون شيء ممل فمنغير نحاول نغير قد ما فينا. يعني لو نحن فرضنا انه هلا انا ديزاينر، شو هي الخدمات اللي ممكن انتم تقدموا لي اياها غير طبعا توفير المكان؟ عندنا منجره خاصه لبناء الفرنتشر ولا برودكت ديزاين او كاستم ميكينج، فنحن بنعلم الناس كيف يستعملوها او نعطيهم السبيس. شمي شمي يا شمي يا شمي يا هذا الاستوديو للتصوير وللفي ار. قد ايه بتشوف اليوم الكووركينج سبيس صار ترند وهل في اقبال من الناس عليه؟ كووركينج سبيس بيحل لك كثير مشاكل لانه في ناس اللي بالكووركينج سبيس بتتعرف عليهم وبتشتغل معهم او بتشتغلي معهم وبيفيدوا بعضهم وعم بتوفري بنفس الوقت دفع المكان ب 10% يعني ارخص.